فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، وده الويب سايت الخاص بينا، وهتلاقوا على القناة والويب سايت منح وفرص عديدة جدا، ياريت تتصفحوها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية في الإمارات ممولة بالكامل. طيب تعرف على تفاصيل أكتر. زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي دولة الإمارات. طبعا معروف ان دولة الإمارات من الدول العربية القوية جدا، ويعني بيدرس فيها عدد طلاب كبير جدا من مختلف الدول. بالنسبة للجهة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة اسمها جامعة الخليفة للعلوم والتكنولوجيا. طبعا لو انت بحثت عن الجامعة دي هتلاقي ان ترتيبها عالي جدا، جامعة فيها طلاب انترناشونال كتير جدا، فيعني جامعة ممتازة جدا للدراسة فيها. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دول عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. المرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط. يعني لو انت مثلا اتخرجت من البكالوريوس او في اخر سنة بكالوريوس تقدر تقدم على ماجستير، اتخرجت من الماجستير او اخر سنة ماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه. بالنسبة لدراسة البكالوريوس او الليسنس غير متاح في المنحة دي، تمام كده؟ طيب ركز بقى معايا بالنسبة للتمويل، عشان المنحة دي بتعرض تمويل ممتاز جدا. اول حاجة بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع اي حاجة خالص للدراسة، تمام؟ بتغطي لك كافة المصروفات من كتب وغيره، بيكون مشمول ايضا على حساب المنحة. عندك تأمين صحي شامل في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتكون كل التكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان بيبقى عندك دعم لحضور المؤتمرات الدولية للبحوث، سواء داخل الامارات او خارجها بتقدر تحضر مؤتمرات، وبتكون التكلفة كلها على حساب الجامعة. ركز بقى معايا في النقطة الجاية دي، لان المنحة دي بتعرض حاجة مميزة جدا، او بتعرض راتب شهري كبير جدا. بيكون عندك راتب شهري لطلاب الماجستير 8000 درهم اماراتي. انت متخيل ان في منحة تعرض هذا الراتب الكبير؟ فعندنا الراتب ده كبير جدا، مستحيل تلاقيه في اي منحة تانية حتى لو في دولة اوروبية او دولة اخرى، فغير متاح. المنحة دي بتعرض لك راتب كبير جدا. بالنسبة كمان عندك راتب شهري لطلاب الدكتوراه، تمام، 10000 درهم اماراتي، ده شهريا عشان يغطي لك كل تكاليف من سكن ومعيشة. وطبعا انت متخيل يعني السكن والمعيشة اكيد يعني مش غاليين للدرجة دي، فانت بيكون معاك كمان مبلغ اضافي بتدخره من هذا الراتب، وده حاجة ممتازة جدا، تمام. هنا بتلاقي عندنا رابط جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية فور نزولها. بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم في المنحة دي مقسمة لكليات، تمام، عندك كلية الطب والعلوم الصحية موجود فيها دكتوراه في الطب، عندك كلية الهندسة، ماجستير في العلوم في الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، علوم وهندسة المواد، تمام، دكتوراه في الهندسة برضو متاح، هندسة الطيران، الهندسة الطبية الحيوية، عندك كلية الآداب والعلوم، الكيمياء التطبيقية، علوم الأرض البترولية، كل ده متاح، تمام. فدي التخصصات المتاحة عندنا. بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، ركز بقى معايا عشان مطلوب مجموعة أوراق كده لازم تحضرها. شهادة التخرج لآخر مؤهل دراسي، تمام، لازم يكون معاك شهادة تخرج، أو لو أنت في آخر سنة من المؤهل الحالي ممكن تقدم بشهادة السنة اللي قبلها، تمام. مطلوب كمان شهادة إجادة اللغة الإنجليزية، لازم توفرها. مطلوب سي في بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك، صورة شخصية ليك، جواز سفر خاص بيك يكون يعني valid متاح مش منتهي، خطاب دافع motivation letter تكتبه بشكل كويس. مطلوب 2 خطابين توصية، تمام، ومطلوب خطة بحث، تمام، يبقى خطة بحث وخطابات توصية وخطاب الدافع وصورة جواز سفر، كل ده لازم توفر. هنا عندنا بعض الملاحظات، ان الفرصة دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. كمان يجب تقديم شهادة إجادة اللغة الانجليزية، زي ما احنا قلنا لازم تقدم شهادة اللغة الانجليزية. كمان متاح للخريجين والطلاب في اخر سنة من المؤهل الحالي، لو انت متخرج او طالب بتقدر تقدم برضو. اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 10 اكتوبر 2021، تمام.
طيب هنا عندنا بعض الملاحظات. ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي هنوفر خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منحه انت عايزها. كمان بنوفر فرص مضمونه القبول 100% في هولندا للمساعده في السفر، بنوفر لك منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وخدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا هنا بتملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده هيفتح معاك موقع الجامعه الرسمي وفي كل التفاصيل اللي احنا قلناها. تمام، طبعا هيفتح معانا الموقع الرسمي، هتلاقي يعني مجموعه منح. تمام، لان الجامعه دي بتقدم منح حديده، ولكن احنا هنكون مهتمين بنوع واحد فقط، حاجه اسمها الجراديويت سكولرشيب. تمام، اللي هي زي ما احنا هنشوفها دلوقتي، دي بتقدمها جامعه الامارات ومتاحه جامعه خليفه في الامارات ومتاحه لجميع الدول التقديم عليها. فبيظهر هنا معاك graduate scholarship، وهنا بتلاقي هنا دي مجموعة المنح المقدمة، احنا مهتمين بدي graduate research تمام for international students، وبتلاقي هنا كل التفاصيل، المنحة بتتكلف بكام، 8000 درهم وهكذا. تمام، طيب ده بالنسبة للإعلان الرسمي. خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك application التقديم. لما هيفتح معاك application التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا انت كمستخدم جديد لازم الاول تعمل create new account، تعمل account على موقع المنح، تحط الايميل بتاعك، تحط الباسورد وتعمل confirm الباسورد، وتحط هنا انت ازاي سمعت عن المنحة دي. تمام، طيب ولو هتحط other ياريت تحط اسم القناة بتاعتنا. طيب بعدين بعد لما تحط البيانات دي بتضغط على كلمة register، ويبقى انت كده عملت account بنجاح لموقع المنح. بعد لما بتعمل registration بتيجي هنا بتحط الايميل بتاعك تاني، بتحط الباسورد، وبعدين بتضغط على كلمة login عشان تدخل للابليكيشن الخاص بالمنح. تمام، طيب زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وهيفتح معانا ابليكيشن المنحة وهوريكوا البروسس بتاعته هتمشي ازاي، وازاي نملى الابليكيشن خطوة بخطوة. طيب ده الابلكيشن، طبعا دي انا يعني ابلكيشنز كنت فاتحها قبل كده. تمام، وانت المفروض اول ما تخش للابلكيشن تضغط على ستارت نيو ابلكيشن عشان تبدا ابلكيشن جديد، ولكن انا بالفعل كنت عملت واحد، فاروح اعمل ايديت بس عليه وهوريكوا ازاي يعني ايه الاشياء المطلوبه فيه وازاي تملاوها. تمام، طيب ده الابلكيشن موضح لك هنا، انا اخترت اللي هو سبرينج 2022. تمام، واختار مثلا الجنسيه بتاعتي من الجزائر هكذا. تمام، والمود بتاع ستادي فول تايم هكذا. طيب انا دلوقتي هنا هوريكم السكشنز بتاعه الابلكيشن. فهنا البيرسونال ديتيلز، المعلومات الشخصيه بتاعتك لازم تحطها. تمام، مطلوب بقى هنا اسمك، اسم العائله، اللغه اللي انت بتتكلمها. تمام، نيتف فيها، تحط بقى البيانات هنا، تاريخ ميلادك، تمام، معلومات التواصل معاك، رقم التليفون، الدولة اللي انت مقيم فيها، عنوانك، رقم الباسبور هنا بتحطه، كل ده بتضيفه هنا. تمام، بعدين بتخش على السكشن اللي بعده اللي هو الاكاديميك كواليفيكيشنز، معلومات الدراسة بتاعتك، تحط المدرسة الثانوية او الهاي سكول بتاعتك، بتحط معلوماتها. تمام، وهنا بتحط الانجليش بروفيشنسي اللي هي لغتك الانجليزية، مستواك في اللغة ازاي. تمام، وبعدين بتروح للسكشن بعد سكولارشيبس، وهنا بتضغط على كلمه سكولارشيب انك عايز تقدم على المنحه. تمام، وبتختار ماستر ريسيرش. تمام، تختار نوع المنحه دي. تمام كده، طيب وهنا لو عندك اي خبره عمليه بتحطها. بعدين بتروح للهاوسنج والترانسبورتيشن لو انت عايز تسكن في سكن الجامعه. تمام، فبتوضح انك عايز سكن الجامعه. تمام كده، التوصيات. تمام، في التوصيات هنا بتحط بيانات كل واحد، بتحط بيانات الاستاذ مثلا الجامعي بتاعك اللي عامل لك التوصيه، اسمه، الايميل بتاعه، رقم التليفون، اي تفاصيل اضافيه عنه. تمام، والمنظمه مثلا اللي هو بيعمل اللي هو بيشتغل فيها، اسم الجامعه اللي هو بيشتغل فيها واسم المؤسسه وهكذا، بتضيف على الاقل 2. تمام، طيب بتروح للجزء اللي بعده الاتاتشمنتس، المرفقات. هنا بتضيف الاوراق بتاعتك، صوره شخصيه ليك، بتضيف صوره جواز سفر، خطاب النيه، شهاده تجاره اللغه الانجليزيه، لو انت تقابلت في الجامعه دي سابقا بتحط خطاب القبول، بتضيف السي في بتاعك، كل ده بتضيفه هنا. تمام، بعد لما بتخلص اضافه البيانات دي كلها بتضغط على بروسس تو سبمشن، اللي انت خلاص بقى هتروح لجزء السبمشن بتاع الابلكيشن، وتضغط، والحاله بتاعت الابلكيشن هنا ابلكيشن ستيتوس هتغير ويتعمل لك عليه سبميتد، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنح. تمام، ده بالنسبه لكيفيه التقديم في المنحه. فمنحه ممتازه جدا صراحه، مموله بالكامل، فيها راتب شهري كبير جدا، يعني صعب تلاقيه في اي منحه تانية.
ما تنسوش اخر ميعاد 10 اكتوبر 2021، وما تنسوش كمان ان انتم ممكن تقدموا من خلالنا بشكل احترافي زي ما قدم الكثير قبل كده من خلالنا. تمام، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.